أنا اسمي سيف من جدة، أتفرج من قناة مشيع، استمتع. زحلقة سحرية. هلا. الغريب في الموضوع انه ما في احد في الغرفة هنا، شوفوا ما في احد تحت الزهلقة. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. Yeah Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? ليش ما تبغي تلعبي؟ ما تعرف كيف تلعب كورة؟ طب ممكن تتعلمي. يلا انا شوت. اوه ما شاء الله. ابى العب معكم. يلا طيب تعالي العبي. يلا انا شوت. طيب. اوه ما شاء الله تبارك الله. اعطيه كورة انس. يقول بول. تلعب العرايس. بسم الله. هذا محل العاب جود سوبر ماركت هابر باندا، محل العاب صغير لطيف. ايجر لما يكون اكلك جاهز وجالس من زمان بيبرد، هذول جالسين واقفين على جوالاتهم منتظر احد يجيب لي الخبز. يوسف ما يحب الشعور هذا، شوفه. ما شاء الله زحمة اليوم في المطار، مطار الملك خالد في الرياض. هذه فكرة حلوة ما شاء الله. هذا موية بلاش ما شاء الله تبارك الله، كويس. شكرا. الحمد لله من كثر ما سافر جمعت مال كثيرة مع الفرسان، فعملوا لي ابجريد من الازرق للفضي، فصار يمديني استخدم صالات الفرسان، فاريح كثير لما اسافر. يمكن احلى شيء في الصالة في اكل بلاش طبعا، مشروبات، قهوة، كراسي مريحة، انترنت. حبيبتي، اوه حبي، كيف حالك؟ ها؟ كيف كانت المدرسة؟ كويس. الله يسعدك، وحشتيني. Love you so much. That's why I was shouting. Because I heard your voice. اوه شوفي ايش زميلتها كتبت لها. My friend Iman, I love you. You are my best friend. I love to play with you. أنا أحبك، أنت أعز صديقاتي وأحب ألعب معك. That's nice of her. Yeah. أنس ليه ما جيت سلمت علي؟ مشغول؟ قاعد تلعب ماينكرافت؟ وحشتني. اليوم مدرستها احتفلوا ب 100 يوم. وداني اشوفها بنودا زكية، حبر روحية، غطا طاقية، هذا البس ملوحية، هذا العزو الأشعر. مع السلامة إيمان، أنا طالع فوق. السلام عليكم، اسمي إيمان. We are in Roshan Mall. See? We're putting this on YouTube because it's the 100th day of school. اشتريت قهوة، كنت بشتري بس 3 كراتين، قال لي إذا اشتريت 10 بعطيك شوكولاتة مجانا. سألته بكم الشوكولاتة؟ قال لي 85 ريال. اشتريت 10 كراتين. يوسف تعال. لا هنا حرية ما شاء الله، حرية، مبسوط بحريته دحين وهو بيمشي. مقالة هنا على البي بي سي أثارت اهتمامي. في مؤسسة في بريطانيا اسمها Trading Standards، يعني معايير التجارة، مؤسسة حكومية تراقب التجارات. استولت هذه المؤسسة على 15,000 سكوترات غير آمنة كانت بتستورد إلى بريطانيا. هذه سكوترات اللي انتشرت عندنا. يقول الدفاع المدني في لندن فقط خلال 10 أيام في أكتوبر هناك أقل شيء 3 حالات حرائق في المنازل سببت بسبب هذه السكوترات. وشوفي هنا صورة سكوتر
انحرقت في منزل في لندن. هذه المؤسسة معايير التجارة تنصح انك ما تشحن هذه السكوترات وتروح تنام، يعني لا قدر الله ممكن تصير حريقة وانت نايم، فهذه مشكلة. وكمان تتأكد من فين تشتري هذه السكوترات، لا يغرك السعر الرخيص. وعلى فكرة في بريطانيا ممنوع استخدام هذه السكوترات على الأرصفة أو على الشارع، فقط مسموح في الأراضي الخاصة. وبس انتبهوا على عيالكم يا شباب، يعني فيها خطورة، كثير حرائق صارت، فالله يكفينا ويكفيكم شر هذه السكوترات. إن شاء الله استمتعتوا بهذا الفلوج. حالياً أنا بنزل الفلوجات بشكل منظم، بحاول أنزل كل أحد وخميس. يلا الله يعطيكم العافية، إن شاء الله دوماً معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.